شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. طلب منا بعض الإخوة المؤمنين أن نتابع البحث الذي بدأناه حول الحجاب وحول النظر، نحن مقدمة لمتابعة هذا البحث لا بأس أن نشير إلى مقدمة وهذه المقدمة هي أن من مظاهر لطف الله تعالى علينا نحن البشر أن خلق في باطن كل واحد منا حاجزا نفسيا تجاه المحرمات أو تجاه كثير من المحرمات. هذه القضية لا تناط بالتعلم ولا تناط بالتعليم ولا تناط بالتلقين، لا، حتى إذا ماكو هنالك تعلم وماكو هنالك تعليم وماكو هنالك تلقين، هذا الحاجز النفسي موجود. أنتوا لاحظوا الأطفال في بيوتنا، عادة يوجد هنالك أطفال، لاحظوا الطفل بطبيعته الأولية بلا تعليم بلا تلقين يكره الظلم. الطفل لا يحب الظلم، حتى إذا تلاحظون أخوان أحدهما ضرب الآخر ظلماً واعتداء، إذا يوجد هنالك طفل ثالث يجي إلى هذا المعتدي ويضربه، وليش سويت هذا العمل؟ هذا الظلم. يعني الطفل اللي عمره سنتين أو حتى أقل من ذلك يأتي إلى هذا المعتدي ويضربه، أنه لماذا اعتديت على ذاك الطفل الآخر؟ الطفل بذاته
يكره الكذب بل لا يعرف الكذب. الطفل لا يعرف أن يكذب إلا إذا أبوه أمه إخوانه يعلموا الكذب فيتعلم شيئا فشيئا. فالله سبحانه وتعالى خلق في نفوسنا نحن البشر حاجز نفسي تجاه المحرمات أو تجاه كثير من المحرمات. هذا الحاجز نسميه بالحاجز الفطري. يوجد هنالك حاجز آخر لا في نفوس كل البشر، لا، وإنما في نفوس بعض البشر. هذا الحاجز يضاف إلى الحاجز الأول في نفوس المتدينين المؤمنين بالله، المؤمنين باليوم الآخر. هذا الحاجز الثاني نسميه بالحاجز الشرعي، حاجز فطري عام لكل البشر وحاجز شرعي خاص بالمتدينين، على تعبير سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من لا حريجة له في الدين. المؤمن إيمانه يجعله يتحرج، يعني عندما قاعد في مجلس يريد يغتاب يشعر بحرج، يشوف أنه هذا عمل مخالف، وحتى إذا يغتاب بعدين يتحرج أنه ليش سويت هذا العمل. ولذلك أكو في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الذنب عند المنافق، مضمون الحديث، يمر عند الكافر عند المنافق مثل ذبابة تجي وتزعج الإنسان. هذا عند المنافق أو عند الكافر، ولكن عند المؤمن مثل صخرة، بهذا المضمون التقريبي، مثل صخرة توضع على صدره تألمه تؤذيه تصيبه بالضيق. إذن حتى المنافق عنده تحرج، هذا التحرج الفطري، ولكن المؤمن مضافا إلى هذا التحرج الفطري له تحرج ديني، له تحرج إيماني. النقطة التي نريد بإذن الله الإشارة إليها أن هذين الحاجزين، الحاجز الفطري والحاجز الشرعي، بقاؤهما في النفس يحتاج إلى ألا يعيش الإنسان أجواء المحرمات. الإنسان عنده حاجز، عنده تحرج، عنده حريجة بتعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحاجز إذا الإنسان عاش أجواء المحرمات، عاش مقدمات المحرمات، لوازمها، ملزوماتها، ملازماتها، شوية شوية هذا الحاجز يضعف. إذا الإنسان عاش في أجواء الحرام، في أجواء المحرمات، شوية شوية هذا الحاجز يضعف ويضعف ويضعف إلى أن ينعدم هذا الحاجز، بعد ماكو حاجز، يقتحم المحرمات
الله تعالى يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يجي في اللحظة الأولى يقول للمؤمن إذن مثلا، لأنه المؤمن ما يقبل، هذا شيء واضح، إيمانه يمنعه من ذلك. ولكن الشيطان يخطط ويفكر ويسوي مراحل، خطوة خطوة يجي. لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة يجي إلى أنه يوقع المؤمن فيما لم يكن يريده. هو بعدين يفكر ليش سويت هذا العمل، ما كان يريد هذا العمل، ولكن هذه المقدمات تسوق إلى هذه النتيجة قهرا. إذا واحد راح في هذا الطريق، راح في هذا الوادي، يوقع في تلك الهاوية. لا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. الله في هذه الآية سبحانه وتعالى لا ينهى فقط عن العمل، العمل منهي عنه، الله يقول لا تقربوا الزنا. القرب منهي عنه. القرب يعني شنو؟ كما يظهر من مجموعة من العلماء هالشكل مفسرين هذه الآية، أن الإنسان لا يحوط هذه القضية، لا يحوم حول هذه القضية، لا يروح إلى تلك المقدمات، لأن إذا راح وقع. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. إذا واحد اقترب يقع، مثل إذا أكو هنالك سلك عاري، أنتوا تمنعون الطفل عن القرب إذا هذا السلك العاري، أصلاً يمكن تغلقون باب الغرفة لا يدخل في الغرفة. الطفل يقول: هل من الممنوع أن أدخل في الغرفة؟ لا، ماكو من. يأتي قرب هذا السلك العاري، هذا في مانع؟ لا. يضع يده بقرب هذا السلك، هذا بي إشكال؟ ما بي إشكال، ولكنكم تمنعونه عن ذلك، لأنه إذا إجا ووضع يده بقربه، مرة واحدة يده تقع على السلك العاري ويموت بالصعقة الكهربائية. لذلك في الحقيقة من الأشياء التي يجب أن ندقق فيها في قضايا العلاقة بين الرجل والمرأة، أن الإنسان يجعل منطقة محرمة، منطقة محظورة، لا يقول هذا ما بي إشكال وذاك ما بي إشكال وهذا حلال وهذا مكروه وكل مكروه جائز. هي هذه الأشياء تؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى السقوط في مخالب الشيطان. الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلوناها من قبل يشير إلى مجموعة من الأمور، هذه الأمور كلها تعتبر، لعلها تعتبر حمى حول الانهيار الأخلاقي والفساد الأخلاقي. الله ما يقول فقط حافظوا على أخلاقكم، حافظوا على إيمانكم، لا، تدقيق العلم الإلهي المحيط بدقائق النفس البشرية، هذه ملاحظة قد لا نجدها عند المشرعين، عند المقننين، مو ملتفتين، لكن الله اللي يعرف دقائق النفس البشرية، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. الله يحوط هذه القضية بتحريم أمور، بكراهة أمور، حتى واحد لا يوقع، لا يسقط.
وصلنا إلى هذه القطعة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، الخمار الغطاء اللي المرأة تغطي به رأسها، هذا كان متداول حتى في أيام الجاهلية، أنه مجموعة من النساء ما كنا متبرجات، ولكن حجابهن كان حجابا ناقصا. ومع الأسف إلى الآن كثير من المحجبات حجابهم حجاب ناقص، هذا أيضا محرم. عدم الحجاب محرم، الحجاب الناقص أيضا محرم. فكانوا كنا أولئك النسوة في زمان الجاهلية وما بعد زمان الجاهلية يتقنعن، يختمرن، يخلون الغطاء، ولكن ذيل الخمار كن يرمينها خلف أكتافهن. المرأة عندما تختمر وهي لابسة ثوب وترمي بأذيال الخمار خلف الكتف أو على الكتف، في زمان الجاهلية كان الثوب يظهر، الثوب اللي المرأة لابسته، وهذا الثوب فيه فتحة، هاي الثياب اللي احنا لابسيها فيها فتحة، حتى إذا كانت هذه الفتحة مغلقة، ولكن الإنسان عندما يتحرك ربما تنكشف هذه الفتحة فتظهر مناطق من الصدر. الله سبحانه وتعالى يقول وليضربن، يعني يلقين بخمرهن، يعني بهذا الغطاء، على جيوبهن، يعني على هذه الفتحة الموجودة على الصدر، حتى إذا انكشفت هذه الفتحة هذا الخمار يغطي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا حكم. الحكم الآخر تحديد نطاق إظهار الزينة. الزينة ما فيها إشكال، الإنسان فطرته تقتضي ثلاثة أشياء: اكتساب الجمال، استكمال الجمال، إظهار الجمال. الله هالشكل خلق الإنسان، يحب أن يكتسب الجمال، ما في إشكال، يحب أن يستكمل الجمال، ما في إشكال، يحب أن يظهر الجمال، ما في إشكال. خذوا زينتكم عند كل مسجد. يمكن هذا التعليم لا نجده في دين آخر، حقيقة الإسلام كامل لطيف جميل. خذوا زينتكم. المرأة عندما تريد أن تصلي يستحب لها أن تصلي بزينتها وتستكمل الزينة أيضا، هذا محبوب من الناحية الشرعية. ولكن هنالك منطقة محددة، الزينة لا يمكن للمرأة أن تظهرها لكل أحد، أكو هنالك منطقة محددة. كثيرا ما المتدينين يتسامحون في هذه المنطقة، هذا ابن العام، هو هذا من أقربائنا، هذا ابن الخال، هذا أخو الزوج،
دول كلهم يعتبرون محارم في نظر بعض المتدينين. لا، الشارع المشرع يحدد تحديد تفصيلي بمفهوم الحاصر اللي هو أقوى المفاهيم من الناحية الأصولية، حاصر فقط هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي ماكو عادة خوف الإثارة أو ضرورات الحياة تقتضي ذلك، ولكن خارج هذه المنطقة لا يمكن. 12 طائفة فقط الله سبحانه وتعالى يبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمامه. الزينة قلنا فيما مضى أنه ماكو هنالك تحديد شرعي للزينة. الزينة شنو معناها؟ ماكو تحديد شرعي. إذا ماكو تحديد شرعي، كل ما يقال له عند المجتمع أنه زينة هذا إظهار محرم. كل شيء يقال له زينة، حتى إذا خاتم الزواج أو غير الزواج، إذا سمي زينة عرفا هذا محرم إظهاره. في بعض الاستفتاءات الشرعية أن بعض النساء يلبسن خاتم مو للزينة أو للسنة، وإنما للذكرى أو للوفاء، إذا زوجها ميت مثلا هاي ذكرى من الزوج، وفاء للزوج، هل يجوز إظهار هذا الخاتم؟ الجواب على ذلك أنه هذا إذا زينة حرام إظهاره، والخاتم زينة عرفة، نوع من أنواع التزيين. حتى بعض الفقهاء ذكروا، ولاحظوا الدقة، ذكروا أن الحاف هذا نوع من الزينة. المرأة عندما تذهب وتتزين كيف تتزين؟ شلون تتزين؟ واحدة من عوامل الزينة الحاف، فإظهار الحاف خارج هذه المنطقة محرم. إذا المرأة تريد يجب عليها أن تستر أو لا تحر، واحد من الاثنين. زينة عرفا ما يسمو زينة، ما يقال إن هذه المرأة تزينة، ليش تزين؟ هاي زينة. الطوائف المستثنات فقط 12 طائفة الله يحدد ويأكد. ما هي هذه الطوائف؟ ولا يبدين زينتهن إلا الطائفة الأولى لبعولتهن. إظهار الزينة أمام الزوج ما في إشكال، واضح. أو آبائهن. الطائفة الثانية، المرأة تظهر زينتها أمام أبيها ما في إشكال. الآباء يشمل الأجداد أيضا، أبوها، أبو أبوها، أبو أمها، سلسلة الآباء ما في إشكال. الطائفة الثالثة، أو آباء بعولتهن، يعني أبو الزوج، امرأة تزوجت برجل، أبو هذا الزوج تظهر أمامه بزينتها ما في إشكال. أبو الزوج يعتبر من المحارم 3. الطائفة الرابعة، أو أبنائهن. أمام الأبناء، الأبناء يشمل الأحفاد أيضا، ابنها، ابن ابنها، ابن بيتها، ما في إشكال أن تظهر أمامهم بالزينة. الطائفة الخامسة، أو أبناء بعولتهن. أبناء بعولتهن يعني رجل متزوج امرأة وعنده ولد ابن من تلك المرأة، ثم تزوج امرأة ثانية
اللي هاي المرأة الثانية يصير زوجة أبوه لذلك الولد، زوجة الأب، فهل يمكن لهذه المرأة أن تظهر زينتها أمام ابن زوجها؟ ما يخالف. أو أبناء بعولتهن، هاي الطائفة الخامسة. الطائفة السادسة، أو إخوانهن، أخوها، أخوها من أبوها، من أمها، من الأبوين، ما يخالف. الطائفة السابعة، أو بني إخوانهن، أبناء الأخ، هاي المرأة شنو تصير منهم؟ عمتهم. العمة تجي أمام أبناء أخوها بزينتها، ما يخالف. أو بني أخواتهن، هاي الطائفة الثامنة، هاي المرأة شنو تصير منهم؟ خالتهم، ما يخالف. الطائفة التاسعة، أو نسائهن. نسائهن يعني شنو؟ يعني النساء المؤمنات. امرأة تجي متزينة أمام النساء المؤمنات، ما في إشكال. أما امرأة تتزين تجاه المرأة الكافرة، يهودية، مسيحية، مجوسية، مشركة من نوع آخر، بعض العلماء قالين حرام هذا. القرآن يقول أو نسائهن، يعني النساء المؤمنات، فإذا تظهر زينتها أمام امرأة كافرة، موظفة كافرة في الدوام أو في محلات التجميل، قايلين حرام. هذا بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قايلين مكروه. حتى إذا مكروه، في حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تنكشف أو تتكشف بين يدي اليهودية أو النصرانية، فإنهن، لاحظوا التعليل، يصفن ذلك لأزواجهن. تروح للبيت ما عندها أمان. المرأة المسلمة يفترض أن تكون أمينة، وهذا شيء مو زين أن امرأة تصف لزوجها، لمحارمها، امرأة أجنبية عنها. هذا عمل مو زين، هذا عمل مبغوض. المرأة المسلمة يفترض أن يكون فيها هذا الحاجز، يفترض أن تكون فيها هذه الأمان. أما المرأة الكافرة ما عندها حاجز، ما عندها أمان، فتذهب وتكشف كل شيء لزوجها وأقربائها. زين هذا العمل، أن المرأة المؤمنة المحجبة المخدرة تكون مكشوفة أمام الرجال الكفار، أمام اليهود والنصارى والمجوس. زين هذا العمى. أو نسائهن، هاي الطائفة التاسعة. الطائفة العاشرة، أو ما ملكت أيمانهن. الآن ماكو، لكن قديما كان هنالك عبيد وإماء، مو خدام، خدامات وخدم، لا، دول مو ملك اليمين. إذا واحد عنده امرأة خادمة، خادمة يعني عبدة، مو خادمة اللي الآن أكو، هاي الخادمة اللي في بيوتنا أكو، هاي امرأة أجنبية مثل بقية النساء، مسلمة كانت أو كافرة، هاي خدامة ولكنها أجنبية، يعني مو محرم. فقديما كان أكو ملك اليمين، فإذا امرأة أنت تملكها ما يخالف أن تكون أمامك بلا زينة، بزينة. هاي الطائفة العاشرة. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أكو ناس بله سفهاء، واحد يستخدمهم في أعماله، تابعين يتبعونك
ويستخدمون في البيوت، لكن بلح، حمقى، التابعين غير أولي الإربة. الإربة يعني الحاجة، يعني ما عندهم شهوة، أبلح، مجنون، شبه مجنون، أصلا لا يفهم الشهوة ولا يميز بين الرجل والمرأة. إذا هالشكل حقيقة، مو هؤلاء الخدم، هؤلاء الخدم بشر مثلنا، تقول هذا خادم، لا هذا خادم مثلي ومثلك، هذا يحمل مشاعري ومشاعرك، هذا إنسان. أما إذا أكو تابعين غير أولي الإربة، ما عنده حاجة في النساء، ما عنده شهوة جنسية، لا يفرق بين الرجل والمرأة، كل واحد عنده ما يخالف، انتظر أمامه بزينة. الطائفة الأخيرة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا مفهوم موجود عندنا، هذا الطفل. بعض الفقهاء قايلين إذا الطفل يميز بين العورة وغيرها، الآن أطفال اليوم هاي الوسائل الموجودة جدا تسرع في رشدهم، إذا الطفل يميز بين العورة وغيرها، يفرق بين هذا العضو وبقية الأعضاء، الآية تقول إذا ما يميز يعني ما يفتهم ما يخالف إظهار الزنا أمامه. أما إذا يميز ويفهم مفهوم الآية أنه لا يحل للمرأة أن تظهر أمامه بزينة، وهذا البلاء المتداول في كثير من العوائل، في كثير من البيوت. بعض العلماء أم هالشكل قايلين، بعض الفقهاء قايلين موت مسألة التمييز بين العورة وغيرها، لا، وإنما مسألة أنه تحركت فيه الشهوة الجنسية، يعني الطفل ما عنده شهوة لأنه عمره مثلا سنتين ما يفهم، ولكن إذا طفل يفهم، بالذات بعض الأطفال أكو أذكياء، مشاعرهم متوقدة، نضج سريع، بالذات في البلاد الحارة اللي حرارة الجو تساعد على سرعة نمو المشاعر، المرأة يجب عليها أن تتجنب هذا الطفل يفهم. ينقل عن واحد من الأفراد كان يقول أنا كنت عمري 3 سنوات فكنت أفهم هذه القضايا. فالمرأة يجب أن تواظب، أن تحافظ، هي هاي الأشياء الصغيرة تؤدي إلى الفساد، هي هاي الأشياء الصغيرة تؤدي إلى، ومعظم النار من مستصغر الشرر. شرارة، من اللي حرق خيام منا قبل 25 سنة، 24 سنة، أقل أكثر، شرارة أو عود ثقاب أو كذا، فشي مختصر حرق مئات أو ألوف الخيام وقتل ألوف أو مئات الناس أو عشرات الناس، حريق صغير، من هذا شيء صغير، لا هو هذا شيء صغير. جو نظيف، 12 طائفة. وأكو أيضا الأعمام والأخوال، الفقهاء ذاكرين أنه يفهم عكسيا من بني إخوانهن أو بني أخواتهن. نختم بهذا الحكم الأخير، شوفوا الدقة في هذا الحكم، ماكو إظهار الزينة، ولكن أكو العلم بالزينة. الشخص العيان مو فقط هو الذي يحرك، الخيال أيضا يحرك، الخيال أيضا يحرك، وأحياناً الخيال يحرك أكثر من تحريك العيان، هذا علماء النفس يشيرون إليه، اقرأوا كتب علم النفس، الخيال أحياناً يكون في قوة التحريك والتأثير أكثر من الشخص ذاته وأكثر من العيان.
فلاحظ الدقة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة لا تسوي حركة، اللي هذه الحركة تظهر زينتها المستورة، مو تظهر، تعلم. يعني أكو في يدها معاضد، معضد مستور، ولكن تحرك يدها. الرجل يعلم أنها لبست معضداً. الآية هنا تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، علم فقط مو رؤية، علم. هو هذا العلم يضر أيضا، هذا مو كلام واحد، حتى واحد يقول منو قال هذا، هذا قرآن، هاي الآية القرآنية. شوفوا الدقة. أما تعال إلى بيوت الكثير تشوف هذه الحواجز كلها أو كثير منها ملغاة. الرجال والنساء يقعدون على مائدة واحدة، وعندما المرأة تأكل بعد ما تتمكن تحافظ على حجابها وتضرب بخمرها على جيوبها، ويضحكون ويتبادلون الأحاديث المختلفة. هذه الأشياء إذا فسح أمامها المجال هذا خطر، هذا يذهب بدين الإنسان، يذهب بدنيا الإنسان، يهدم العوائل. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، مجرد علم، ما يخفين من زينتهن. المقطع الأخير أيضا هذا يعبر عن لطف الله سبحانه وتعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هسه إذا واحد فيما مضى سوى شيء من هذه الأشياء، المشكلة هاي الأشياء مو فد شيء في مكان بعيد، لا، هذا بين أيدينا وأرجلنا. أكو آية جدا لطيفة في عمرة النبي صلى الله عليه وآله، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. حقيقة ابتلاء. اجوا المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله، طلعوا إلى العمرة أو الحاج، الله ابتلاهم بالصيد، هذا أكلهم، عرب يعتمدون على الصيد. تناله أيديكم، يعني واحد يمد إيده يأخذ هذا الصيد، فراخ الطيور، بيوض الطيور، حيوانات وحشية صغارها يمد إيده يأخذها، ورماحكم يمد رمحه يأخذها. ليبلونكم الله، هذا ابتلاء، ليعلم الله من يخافه بالغيب. يتبين منو يخاف الله منو ما يخاف. فهذه المحرمات، محرمات النظر والعلاقات بين الرجل والمرأة، كثيرة الابتلاء. هسه إذا واحد تورط فيما مضى في شيء من المحرمات، الطريق مفتوح، طريق التوبة الصادقة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين المفلحين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي.
بين الظلام وبين نور.